رح نحكي شوي عن الموضة بالميك اب لسنة 2018. الموضة هي أكتر ميلة لكل شيء شايني، كل شيء دايموند إيفكت، so that's why كمان أدخلنا هيدول الألوان. وعندنا كمان شوا كتير كبير إن كان بالآي شادوز اللي هو الباليتات الكواترو، وكمان بالليبستيك. دونك شغلنا على رينج كتير كبيرة، نوعنا شوي بالكولرز، نوعنا بالتكستشرز، بس بنفس الوقت قررنا انه نضلنا ضمن اكيد الموضة لسنة 2018. فولا اشتغلنا على عدة الالوان الاكثر ميلة اكيد للنيودز، لانه هي الالوان اللي ولا مرة ابدا بتبطل. فالوان كل شيء ترابية، البني، الجولد، روز، فهيدول هن الالوان الاغلبية اللي اشتغلنا عليهم. ولا دونك عندنا بالبلاش او ان كان بالليبستيك او الاي شادوز كله ماشيين كمان بالالوان الترابيه للموسم 2018. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تديروا ابوني في لاشين يوتيوب.